بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا عن آخر الاستعدادات الخاصة بالنادي الأهلي قبل السفر صباح غدا إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لخوض نهائي كأس مصر أمام نادي الزمالك في المباراة التي تقرر إقامتها بشكل رسمي بعد تحديد الموعد بشكل رسمي ونهائي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. بشكل عام في تفاصيل كثيرة النهاردة بخصوص المباراة. النهاردة النادي الأهلي اختتم التدريبات، غدا رحلة سفر، الترتيبات لمباراة يوم الجمعة، أبرز اللاعبين اللي هيكونوا متواجدين في هذه المباراة، هل تم حسم قائمة فريق النادي الأهلي التي ستتوجه غدا عبر رحلة خاصة إلى الرياض، أيضا تفاصيل متعلقة بطاقم تحكيم هذا اللقاء بعدما تم يعني لم يتم الإعلان بشكل رسمي ولكن تم التنويه أن هناك اتجاه لإسناد اللقاء لحكم برازيلي. بالتأكيد النهاردة هتكلم عن كل هذه التفاصيل. كمان النهاردة الاتحاد الإفريقي حدد بشكل رسمي أن قرعة مسابقتي دور الأبطال وكأس الكونفدرالية يوم 12 مارس تاني أيام شهر رمضان الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين، الساعة 2 الظهر بتوقيت القاهرة. طبعا تأكيدا اللي احنا قلناه قبل كده بخصوص قرعة دور الأبطال، فالنهاردة عندي تفاصيل جديدة بخصوص القرعة وتفاصيل مهمة جدا بخصوص لقاء القمة وأيضا حكام المباراة وآخر الأخبار المتعلقة بالساحة الرياضية وما يطرأ من مستجدات في اتحاد الكرة والإعلام بخصوص تأجيل مباراة إنبي والأهلي، والذي أعلن هذا يعني تأكيدا للخبر اللي احنا أعلناه قبل كده بخصوص تأجيل هذا اللقاء فيما قبل. حلقة فيها كواليس كتيرة والتفاصيل مهمة، ولكن كان مهم جدا أقول لحضراتكم النهاردة هنتكلم في إيه بالظبط، لأن الحلقة بالتأكيد فيها تفاصيل كتيرة. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف في رأيكم ما هو أفضل تشكيل يلعب به الأهلي في مباراة نهائي الكأس أمام الزمالك وتوقعاتكم لنتيجة اللقاء. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم للنتيجة وأفضل تشكيل يلعب به الأهلي. أنا عارف ناس كتيرة بنسبة كبيرة مش عارفة موقف خط الهجوم موديست وسام كهربا، خط الدفاع هل ياسر يلحق ولا ما يلحقش، يعني خط الوسط ممكن كريم نيدفيد يكون موجود ولا لا، كوكا ممكن يبدا ولا لا، فاعتقد الخيارات هتبقى متاحه للجميع، كل واحد يتوقع التشكيل من وجهه نظره، وهنستعرض ده في الجزء الاخير لاننا حريصين دايما على المشاركه مع جماهير النادي الاهلي في كل حلقه من حلقات برنامج الترند. لكن نروح بسرعه لاهم العناوين. البدايه في ترند الاهلي. الاهلي يطير غدا الى الرياض استعدادا لقمه الكاس. وكمان البرازيلي أندرسون درينكو يقترب من تحكيم نهائي كأس مصر. وفي الترند المحلي كاف يحدد موعد قرعة بطولات الأندية. حلقة فيها كواليس كتيرة، ولكن نروح لاستعراض مباريات اليوم. والنهاردة في استكمال لجولة جديدة من مباريات الأسبوع الـ15 في الدوري المصري. منذ قليل انتهى الشوط الأول بين طلائع الجيش والداخلية بالتعادل السلبي بين الفريقين. الساعة 7 المصري هيستضيف فريق سموحة على استاد برج العرب. نروح لدوري أبطال أوروبا، والنهاردة مباريات مهمة جدا. الساعة 10 ريال سوسيداد هيستضيف باريس سان جيرمان، وفي نفس التوقيت أيضا مباراة قمة وقوة بدنية كبيرة جدا بين أهم فريقين بيلعبوا دايما على العامل البدني. بايرن ميونخ البافاري هيستضيف الساعة 10 بتوقيت القاهرة لاتسيو الإيطالي. النهاردة مباراتين وبكرة أيضا في مباراتين، ولكن مشاهدة ممتعة بإذن الله لكل جماهير الكرة المصرية والعربية بمتابعة مباريات اليوم سواء في الدوري المصري أو حتى بدوري أبطال أوروبا. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن استعدادات النادي الأهلي لمباراة القمة أمام نادي الزمالك بعد اختتام التدريبات صباح اليوم في ملعب مختار التتش بالجزيرة والتحضير لمباراة القمة. مارسيل كولر كان حريص أن تكون المدة اللي هيستعد فيها لمباراة الزمالك في السعودية ما تزيدش عن 48 ساعة، ونظرا لأن كمان ملعب المباراة هيستضيف مباراة في الدوري السعودي خاصة فريق النصر يوم الخميس، كان ممكن كمان مارسيل كولر يسافر يوم الأربعاء بالليل
بحيث يوصل على في المساء اللعيبه تطلع على طول الاوض تنام تتمرن التمرينه الاساسيه على ملعب المباراه يوم الخميس. ولكن طبعا ملعب المباراه مشغول بالدوري السعودي يوم الخميس، فبالتالي الراجل فكر خلاص نسافر يوم الاربعاء بدري الصبح، نصل ان شاء الله بعد ساعتين رحله طيران، اللعيبه كده تخلد للراحه في الغرف، يبقى في محاضره غدا والتحرك للتدريب الرئيسي، وبعد كده التدريب الثاني ليله المباراه ان شاء الله يوم الخميس. ده برنامج الفريق، وده تفكير كولر ليه ما سافرش بدري. ولو تاخدوا بالكم كولر دايما دي مدرسته في استعداده لاي لقاء، سواء في افريقيا او حتى في دول شمال افريقيا او حتى في اي دوله قريبه من مصر. رحله الطيران ما بتستغرقش اكتر من ساعتين، فبالتالي هو شايف مش محتاج ان يسافر قبل كده، لان كمان ليها عامل نفسي. الراجل بيشتغل على جزء فسيولوجي له علاقه ان اللعيبه فكره الرحلات الكتيره والمعسكرات الكتيره والمباريات الكتيره وان اللعيبه تبعد عن اسرها في الفتره الحاليه ممكن يكون ليه تاثير سلبي. فالافضل يقلل مده المعسكرات، يقلل مده الرحلات، بحيث ان اللعيبه لما تروح على مباراه تكون متشوقه لاداء مباراه خارج مصر. لدرجه كمان عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. الاهلي طبعا عنده مباراه بعد لقاء الزمالك بحوالي 4 ايام، يعني هيلعب 8 وهيلعب يوم 12. الاهلي بعد مباراه الزمالك على طول هيطلع على المطار، مطار الرياض، ويرجع من مطار الرياض على مطار القاهره على طول، مش هيبات ليوم السبت. يعني الفريق كمان بعد المباراه هيرجع بسرعه على القاهره، لان خلاص مفيش وقت، يا دوبك يتمرن او ياخد اجازه سبت او يتمرن السبت ياخد اجازه حد ويدخل معسكر الاثنين ويلعب الثلاث. والثلاث ده ممكن باذن الله يكون اول يوم او ثاني يوم رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. فكولر بيفكر بالشكل ده، فده الترتيبات الخاصه باستعدادات الفريق في الايام المقبله. طيب عايز اكد لحضراتكم كمان ان نادي الاهلي حتى لو هيسافر بكره، ولكن على الجانب الاداري كان في تحضير لهذه التفاصيل. كابتن سمير عدلي سافر امبارح عشان يحضر مساله ملاعب التدريب، الاقامه، قاعه المحاضرات، التنقلات. اكيد طبعا الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه محضرين كل شيء من A to Z، يعني مفيش هفوه متسابه. ولكن اكيد انت لما توصل برضو محتاج تبقى عارف هتوصل امتى، تتحرك ازاي، المسافه قد ايه، التدريب ملعبه فين، هل هتمرن على ملعب المباراه ولا لا الملعب عشان يبقى جاهز ليوم الجمعه. كل دي تفاصيل اكيد الجهاز الفني محتاج يعرفها. فالجانب التنسيقي من الجهاز الاداري ده لازم يحصل قبل اي مباراه رسميه سواء في مصر او خارج مصر. فبالتالي النهارده الكابتن خالد بيبو سافر في العاشرة من صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للتحضير لهذا الملف. طب الجانب التاني له علاقة بقائمة الأهلي. الساعات الأخيرة هتسمعوا كلام كتير جدا على قائمة فريق النادي الأهلي، والنادي الأهلي مع مارسيل كولر تحديدا ما بيعلنش القائمة بشكل رسمي. الأهلي لا يتجه إلى هذه الفكرة أنه يعلن القائمة بشكل رسمي، ولكن طبعا من خلال رحلة السفر حضراتكم بتشوفوا بقى الفيديوهات والصور، فبتقدروا تستخلصوا منها من ابرز اللعيبه اللي موجوده حاليا اللي كانوا بيتمرنوا النهارده مع مارسيل كولر. بنتكلم في حوالي 27 لاعب. كولر عشان يفكر في انضمام لاعبين وقايمه يقدر يختصرها ل 20 لاعب قايمه المباراه، بنسبه كبيره هيسافر ب 23 طبعا في لعيبه لخلاف ان هم خلاص يعني مش هيقدروا يشاركوا نتيجه الاصابه، وان هم لسه محتاجين وقت على ما يجهزوا للمباريات اللي جايه، الشناوي وياسر ابراهيم واليو ديانج اللي موجود حاليا في النمسا، والنهارده المفروض اليو ديانج بيخضع لمنظار استكشافي كده على الركبه، نتمنى له السلامه يا رب باذن الله. فالثلاثه دول طبعا يعني خارج مباراه نادي الزمالك. ممكن الشناوي يكون موجود مع الفريق في السعوديه، بس طبعا هو مش هيلعب المباراه، بس يكون موجود بصفته كابتن الفريق، يتواجد مع الفريق، يشد كده من ازرهم، يكون روح معنويه ودفعه قويه للاعبين، بصفه ان الشناوي طبعا كابتن الفريق عنده خبرات كبيره. مهم يكون متواجد مع مصطفى شوبير ومحمود الزنفولي وايضا كمان مصطفى مخلوف، وايا كان بقى حمزه علاء يتواجد او مش هيكون موجود مع البعثه، ولكن ده اللي ممكن يحصل الفتره اللي جايه. بنتكلم في 23 لاعب، ده بنسبه كبيره القايمه اللي هيسافر بيها مارسيل كولر عشان يعتمد عليها في مباراه الزمالك. طبعا في المباراه هتختصر ال 23 ده ل 20 عشان في 11 اساسي، في 9 على الدكه، بتستبدل 5 لعيبه خلال المباراه، وكلنا عارفين طبعا ان في اكسترا تايم لو المباراه انتهت بالتعادل السلبي او الايجابي، وبعد الاكسترا تايم 120 دقيقه بتروح لركلات الترجيح. قدامنا ده جانب النهارده من التدريبات الصباحيه، مارسيل كولر وماشيل يانكون. قدامنا اهو كمان محمود الزنفولي حارس مرمى النادي الاهلي، غالبا طبعا هيكون موجود مع شوبير اساسي، مصطفى اساسي، ومحمود هيكون موجود معاه كداعم، عمر كمال عبد الواحد ده موجود، شايفين كمان رضا سليم، انتوني موديست، رامي ربيعه، يعني عدد كبير جدا من اللاعبين، طاهر محمد طاهر،
فكره انه وجود كهربا في القائمه في السعوديه، باذن الله محمود عبد المنعم كهربا موجود مع النادي الاهلي في السعوديه باذن الله. فكره تواجد وسام ابو علي مع النادي الاهلي في السعوديه، باذن الله وسام ابو علي موجود مع النادي الاهلي في السعوديه. مين يلعب؟ دي مش بتاعتنا. مين يكون موجود في القائمه المختصره؟ دي مش بتاعتنا. ليه؟ النهارده بنتكلم في الثلاث، لسه تدريب الاربع، لسه تدريب الخميس، عندك 48 ساعه. فالجهاز الفني هيشوف الافضل، والجهاز الطبي بيشوف الجاهزيه، مين يقدر يكون متواجد وفت في الملعب بنسبه 100%. لكن اللعيبه موجوده في الرحله؟ ان شاء الله اللعيبه موجوده، اطمنكم اللعيبه موجوده. دي لقطه كمان مهمه جدا وحصريه على شاشه قناه الاهلي، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيطمن على محمد الشناوي، حتى هو الشناوي يعني طمنا والله، الشناوي حتى هو بيحرك ايده ودراعه، يعني حركه يعني الحمد لله تطمن جماهير النادي الاهلي ان العمليه الجراحيه نجحت بسلامه الله، ونقدر نقول الشناوي ان شاء الله يعني قدر الامكان بيحاول يعمل برنامج التاهيلي بشكل جيد جدا عشان يلحق مع الاهلي، لعل وعسى يكون متواجد حتى في الجزء الاخير من نهايه المشوار الافريقي باذن الله لما الاهلي يكمل المشوار مع الادوار النهائيه الفتره اللي جايه. خالد عبد الفتاح موجود في التدريبات، شفنا كمان كريستو. انا مش عايز اتكلم عن القائمه الاساسيه اللي هي 26 27 لاعب، ولكن انتوا عارفين طبعا يعني السوليه، كوكا، مروان، قفشه، امام ان شاء الله يكونوا موجودين، هاني، اكرم، معلول، كريم الدبيس، منعم، عمر كمال عبد الواحد، قدامنا اهو كمان مروان عطيه في التدريبات الجماعيه، حسين الشحات المتالق في المباريات الاخيره، كهربا باذن الله يكون اضافه كبيره، طاهر، كريم فؤاد، بيرسيتاو، انتوني مودست، رضا سليم، وسام ابو علي، هنشوف موقف كريستو، هنشوف موقف خالد عبد الفتاح. يعني بديك كده بنفس يعني بنفس الشكل كده البريف المتعلق بقائمه النادي الاهلي. كريم نيدفيد اهو متواجد في التدريبات الجماعيه، كريم نيدفيد شارك في التدريبات الجماعيه وموجود مع اللاعبين في المران الجماعي، وان شاء الله بكره هنتعرف كده من خلال الصور والفيديوهات على قائمه الفريق اللي هتسافر استعدادا لمواجهه نادي الزمالك. المران كان بدني، كان في فقرات تدريبيه متنوعه للتدريب على الجانب الخططي والفني استعدادا لمواجهه الزمالك. مارسيل كولر عارف هيلعب الزمالك ازاي، ومارسيل كولر الحمد لله نتائجه كلها ايجابيه مع نادي الزمالك منذ ان تولى المسؤوليه الموسم الماضي. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. طيب الجانب الثاني وهو المتعلق بموعد نهائي كاس مصر. في البدايه لما تم الاعلان عن اقامه المباراه في السعوديه كان في كلام ان المباراه الساعه 9 بتوقيت السعوديه، 8 بتوقيت القاهره، ولكن النهارده رسميا تم الاعلان عن الموعد النهائي لاقامه مباراه الاهلي والزمالك في السعوديه. المباراه هتتلعب يوم الجمعه الساعه 7:30 مساء بتوقيت القاهره، يوم الجمعه الساعه 7:30 مساء بتوقيت القاهره. نتمنى يا رب باذن الله يكون الفريق موفق في هذا اللقاء. دي تدريبات ليها علاقه كده بالاحمال، وجزء احمال وجزء تدريبات استشفائيه كده لعدد من اللاعبين، وطبعا التدريبات دي بيبقى ليها علاقه بقى بالجانب البدني، يعني مين عن طريق الجي بي اس تقدر تقول محتاج احمال معينه، مين محتاج تدريبات معينه، فكل واحد بيشتغل على الجانب بتاعه في التدريبات. طبعا هو الجانب البدني اللي مسموح بالتصوير زي اي تدريب بتشوفه حتى لو تحت اشراف الفيفا او الكاف، سواء في بطوله دوليه او حتى بطوله قاريه، ولكن الجانب الفني والخططي اكيد مش هيكون متاح ولا ينفع يتم تصويره عشان السريه الخاصه بالجهاز الفني، بيبقى فيه جانب خططي، جانب فني بيشتغل عليه مع اللاعبين في الفتره الحاليه. فاذا ده الجزء المتعلق بالتحضير، سفر كابتن خالد بيبو، تحديد موعد نهائي كاس مصر، وهو الشناوي في البرنامج التاهيلي بتاعه، وليه طبعا ماسك ستوب ووتش في ايده، عارف طبعا التوقيت الزمني في مرحله الجري حول الملعب. وعلى فكره الشناوي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بنسبه كبيره المرحله الثانيه ان شاء الله الشناوي هيكون في المانيا وتحديدا في ميونخ خلال شهر ابريل اللي جاي عشان يواصل برنامجه التاهيلي اللي متقسم على كذا مرحله. هو ماشي في المراحل بشكل كويس جدا، نتمنى له السلامه باذن الله. مهم جدا في هذه العمليه والاصابه واصابه الكتف تحديدا لحراس المرمى بتبقى من الاصابات الرخمه، فلازم وانت بتشتغل تكون حريص جدا على تنفيذ البرنامج بحذافيره وما تستعجلش. دي جوانب مهمه جدا، ولكن الشناوي اكيد والجهاز الطبي عاملين حسابهم في هذا الجزء. كابتن الخطيب كان حريص ان يكون موجود النهارده مع الفريق ويطمئن عليهم قبل السفر بكره ان شاء الله. البعثه كلنا عارفين ان تم الاستقرار بشكل رسمي بعد اعلان رئيس البعثه الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره، هيكون هو رئيس بعثه فريق النادي الاهلي، وعارفين ان رحلات النادي الاهلي كلها بتبقى
بنظام الدور، وهيكون الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره رئيسا لبعثه فريق النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه باذن الله في الرحله اللي هتقلع غدا باذن الله صباحا في تمام الساعه 10 مساء العاشره صباحا بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة. طيب ده الجانب المتعلق بمباراة الأهلي والزمالك وتوقيت اللقاء والتحضير لهذا اللقاء. أكيد في مفاجآت بقى متعلقة بالكرنفال اللي بيتم تحضيره حاليا في المملكة العربية السعودية. أنا عارف هناك الأشقاء يعني من أول ما تم إسناد وتحديد إقامة اللقاء في السعودية الناس بتشتغل على قدم وساق لإخراج المشهد الرياضي بصورة جميلة جدا. ملعب الأول بارك في الرياض هو ملعب نادي النصر، بيسع لحوالي 25,000 متفرج. أكيد في دخلات هيتم تحضيرها من قبل الجماهير، في شعارات ولافتات والكوفيات وكل واحد داخل بالشعار بتاعه، شعار الأهلي شعار الزمالك، ده حتى تم إنتاجه عشان تتوزع على الجماهير وهي داخلة لملعب المباراة. فكل التفاصيل المتعلقة أن المشهد الكرنفال ده يخرج بصورة إيجابية، والإنتاج التلفزيوني والتصوير للمنتج يخرج بصورة وكأنك بتشاهد مباراة نهائي كاس عالم، كل ده أكيد متأكدين أنه هيكون على أجمل وجه. طيب بتيجوا كده نروح للسعودية وبدري كده قبل المباراة ب 72 ساعة نشوف الأجواء هناك والتحضير هناك، لعل وعسى يكون معانا خبر أو معانا مفاجأة بخصوص التحضير والفقرات اللي ممكن تتنظم بخصوص هذا اللقاء. بينورني وبيشرفني دلوقتي عبر الهاتف من المملكه العربيه السعوديه الاعلامي السعودي الزميل العزيز الاستاذ عاطف الاحمدي. استاذ عاطف مساء الفل، منور الدنيا. اهلا اهلا يا محمد، تحيه طيبه لك ولجميع مشاهدي البرنامج. تحياتنا ليك وتحياتنا للاشقاء في المملكه العربيه السعوديه. اكيد اكيد، تحياتنا لجميع اخواننا في مصر وانت تقول مفاجات، يمكن اجمل مفاجاه لنا احنا كشعب سعودي وتواجد مباراه بقيمه باذن الله ان شاء الله الاهلي والزمالك. شرف لينا بالتاكيد استاذ عاطف. طيب عايز اسالك بقى على الجوانب التنظيميه وابرز الاخبار والمعلومات المتاحه في هذا الكرنفال اللي العالم العربي كله وحتى القاره الافريقيه الناس مستنيه تشوف كلاسيكو الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر لاول مره في المملكه العربيه السعوديه. وهذا الامر الجميل، يعني يمكن المبادرات اللي كانت موجوده على مستوى كثير من الفعاليات، نتكلم على فعاليات كرة القدم في المملكة العربية السعودية سواء اللي بتنظمها وزارة الرياضة او اللي بتنظمها هيئة الترفيه، كانت جدا جدا رائعة، ويمكن كانت متوارية بشكل كبير. يعني نحن في زحمة من الاشياء المميزة سواء على مستوى كأس العالم للأندية او مباراة موسم الرياض او خلافه من هذه المباريات. يمكن من الاجمل لنا نتكلم على المستوى العاطفي ان نحن نشوف مباراة خلينا نقول صاحبة إرث تاريخي عظيم ومخرجات جدا جميلة على مستوى اللاعبين. نتكلم يمكن من أفضل اللاعبين اللي أفرزته اللي موجودين على مستوى الكرة العربية، أتكلم هم مخرجات نادي الأهلي والزمالك. يمكن لا حديث يعلو خلال الأيام هذه عن الحديث عن هذه المباراة الرائعة. اليوم تتكلم على مباراة إن كنا في السابق نتمنى يمكن حنشوفها على مستوى التلفزيون، فما بالك انها حتكون موجوده امامنا والجميع على الرغم انه مو الجميع حيقدر، لان للاسف كان في ضغط على التذاكر وما اعتقد انه حيكون كرسي واحد فاضي. يعني احنا كنا نحتاج ملعب لمليون مشجع. حتى لو هتلعب في ملعب الجوهره المشع حتى في جده برضه ما كانش هيكفي، انت بتتكلم عن 60-70 ألف. صعب. ما في أي, 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 اي يمكن حتى التذاكر يمكن اسرع بيع للتذاكر حيكون حتى لو كانت في الجوهره، لكن الجميل انه ملعب الاول بارك من اجمل الملاعب اللي موجوده على مستوى المملكه العربيه السعوديه. بتاكيد انه الاجواء المحيطه بالمباراه حتكون اجواء مختلفه بتواجد اخواننا المصريين. يمكن المباراه كانت بوجه يعني اول الظاهر لها انها موجهه للاخوان المصريين المقيمين في المملكه السعوديه، لكن لا، اليوم احنا احرص منهم كسعوديين احرص منهم على هذه المباراه وحنزاحمهم في هذا الموضوع. يعني ما حنديهم المجال انهم يستمتعوا هم لوحدهم، لا، احنا حنستمتع ايضا معهم في هذا الديربي التاريخي. اكيد. يمكن مبادره جدا رائعه، شكرا لهيئه الترفيه، شكرا لمعالي المستشار على هذه المبادرات. نتمنى ان تكون مبادرات اكبر واكبر خلال الفتره المقبله،
يمكن الجميع الآن على مستوى الرياضة، لو بأخذ الرياضة كذا بشكل خاص أو كرة القدم بشكل أدق، يمكن الجميع كله الآن بيوزن توقيته على توقيت الرياض بسبب كثرة الفعاليات اللي موجودة في كرة القدم. يمكن هذا كان هدف من أهداف رؤية 2030، سواء على مستوى جودة الحياة أو حتى الاستمتاع وتلبية شغف المواطن السعودي في كرة القدم بإذن الله. طيب هسألك بقى بجانب فني، بصفتك إعلامي كبير وناقد رياضي، تقدر تقول الظروف الفنية للفريقين، الأهلي في استقرار، الزمالك عمل صفقات جديدة، مدير فني برتغالي جديد، الأهلي كان في السعودية من حوالي شهرين، عمل نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية، واخد على الأجواء في المملكة العربية السعودية، فكيف ترى حظوظ الفريقين مكان ناحية فنية داخل أرضية الملعب؟ شوف، أول شيء خلينا نتفق إنه مباراة الديربي لا تاخذ عليها مقاييس فنية. ده أولاً. يعني هذا الشيء المعتاد عليه في مباريات كثير، مباراة الديربي. نعم الآن يمكن الرؤى الفنية والتكتيك اختلف عن ما كان في السابق، لكن بشكل عام دائما مباريات الديربي بتعتمد على الامور النفسيه اكثر من الامور الفنيه في عمليه صحيح. اعداد الفريق لهذه المباراه. لكن اليوم تتكلم على فريق مستقر يمكن من سنوات، اليوم تتكلم على الاهلي صاحب شخصيه البطل، يعني مو الفريق السائل، حتى في أسوأ ظروفه دائما ما بيقدم نتائج كبيره. شفنا الاهلي في كاس العالم للانديه، يمكن مر بفتره سلبيه قبل كاس العالم للانديه، لكن شفنا كيف ظهر بشكل جديد ومغاير وقدم مستويات جدا كبيره. اليوم بتكلم عن نادي الزمالك، ان كان في فتره غير جيده بالنسبه لنادي الزمالك، لكن اليوم جوميز يمكن احنا عشنا معاه فترات سابقه في المملكه العربيه السعوديه لما كان بيدرب نادي التعاون. مزبوط. ودرب النادي الاهلي السعودي، يمكن جوميز كان من اهم الاسباب الفنيه اللي ارتكز عليها نادي التعاون الان، اللي له سنين من بعد مغادره جوميز هو بيقدم اداءات جدا كبيره على المستوى الفني. يمكن هو كان اللبنه الاساسيه لهذا الفريق المتجدد، افكاره جدا رائعه. نعم قد تكون هناك بعض الافكار المعقده، لكن افكاره جدا رائعه. اليوم تتكلم على اضافات لنادي الزمالك، فالمباراه من الصعب انك تعطيها الوصف الفني الدقيق، او انك تتكلم على فريق حيكون له الحظ الاكبر في عمليه الانتصار. نعم قد تفرض شخصيه البطل الموجوده في النادي الاهلي اجواءها على المباراه اكيد، لكن انا اعتقد انه ايضا الزمالك ممكن يقدم مباراه تاريخيه يثبت من خلالها انه لا، الفريق ماشي في المسار الصحيح، سواء على مستوى التعاقدات او حتى على مستوى القياده الفنيه، وقد تكون هي نقطه انطلاقه جديده لنادي الزمالك لمنافسات الموسم الحالي على مستوى المنافسات المصريه او حتى بناء مواسم مستقبليه رائعه. فعلا هي الدوافع عند كل نادي ممكن تكون كبيره، كل نادي ليه حساباته وكل نادي ليه دوافعه. الاهلي عايز يكمل على الانجازات اللي اتحققت، الزمالك عايز يعمل انجاز يعمل دافع ليه عشان يقدر يستعيد مكانته، فاكيد الدوافع والحسابات دي بتبقى بتدي بقى يعني قيمه اكتر ان المباراه في ارضيه الملعب يطلق عليها بالفعل كلاسيكو كبير زي ما تلعب مباريات ريال وبرشلونه حتى في المملكه العربيه السعوديه. يا استاذ عاطف، عارف محمد، انا بالنسبه لي ما يهمني مين حينتصر، يعني يمكن المباراة لو كانت هو يهمنا احنا مو اقول لك لو المباراة كان لو البطل كان في مصر يمكن كنت حريص انه ممكن حسب الميول وين تروح ميول، او حكون حريص مع المجموعة اللي انا بتفرج معاها فين بتروح. انا يهمني بامانة اني انا المباراة تظهر باعلى 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 مستوى فني ممكن، صحيح، وباعلى جمالية ممكنة، عشان يعني الصورة تبقى حلوة من كل الجوانب. اول مباراة هي ممكن اول مباراه على مستوى بطوله كاس مصر انها تقام خارج مصر، لما تتكلم على بطوله رسميه انت ما تتكلم على مثلا ممكن السوبر كان موجود في مناسبات سابقه، ممكن الاهلي والزمالك تواجدوا على مستوى بطوله افريقيه، اتكلم على نهائي كاس السوبر الافريقي في فترات سابقه، لكن ككاس مصر اول مره. يمكن من هذه من الاشياء الجميله اللي تشكر عليها هيئه الترفيه، ان جابت بطوله بهذه القيمه، فريقين بهذه القيمه انهم يكونوا موجودين عندنا في المملكه العربيه السعوديه، وبطوله كمان تاريخها تخطى ال 100 سنه، يعني حتى شعار المباراه نفسها 100 سنه كوره، فاحنا بنتكلم عن ارث تاريخي كبير جدا في هذا اللقاء باذن الله. طيب عسل حضرتك اتفضل. والشيء الجميل انه انا متوقع انه حتكون مباراه يمكن اكثر مباراه مشاهده في هذه الفتره،
وليس على مستوى الوطن العربي. انا اعتقد انها حتتجاوز هذا الامر باذن الله. طيب سؤال اخير، هل عندك تفاصيل عن البرنامج ليوم المباراه؟ في حفل فني، في حضور شخصيات، ممكن يكون في تكريم على هذا اللقاء، في تفاصيل لها علاقه بالبرنامج الخاص بالمباراه، ولا كل الامور دي لسه فيها مفاجات يوم الجمعه؟ شوف محمد، الشيء الوحيد اللي انا متاكد منه انه مع هيئه الترفيه ومع المؤسسات في كرم الشيخ لا يمكن تتوقع اي حاجه. دائما اطلق العنان لمخيلتك باذن الله. انا متاكد انها حتكون في اشياء ومفاجات مو اي احد يقدر يستوعبها. لا، وبعدين الميزه انه ممكن في كل لحظه يتم تكوين مفاجاه في كل لحظه. يعني اليوم لو كان عندك مجموعه من المفاجات، يمكن بكره او بعد ساعه حتلاقي لا المفاجات مختلفه، حتلاقي في اضافات جميله في المباراه، لان الاخوان حريصين كل الحرص ان هذه المباراه تحديدا الاهلي والزمالك تظهر بشكل مختلف عن جميع المباريات التي سبقتها باذن الله. الزميل الاعلامي والصديق العزيز الاستاذ عاطف الاحمدي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله اللي كان فيها تفاصيل مهمه جدا ورؤيه مهمه جدا من الاشقاء في السعوديه على مباراه واطلاله مهمه على مباراه النهائي الكاس بين الزمالك والاهلي اللي هتقام ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 7:30 بتوقيت القاهره. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم على تفاصيل مهمه متعلقه طاقم تحكيم اللقاء، مين الحكم الابرز، السيره الذاتيه، تفاصيل مهمه متعلقه بهذا الملف، ولكن بعد الفاصل. طيب طاقم تحكيم مباراه نهائي كاس مصر بين الزمالك والاهلي يوم الجمعه الساعه 7:30 بتوقيت القاهره. امبارح كنت اتكلمت في نقطة مهمة جدا وعايز اقول لكم عملت ردود فعل كبيرة جدا داخل مبنى اتحاد الكورة في 5 شارع الجبلية. وانا كنت بتكلم في جزئية على فكرة والله ليها علاقة بالامور المهنية، يعني احنا اكيد بنبحث عن المعلومة وعايزين نعرف طاقم التحكيم، وحقنا اكيد لما نطلع على الشاشة لازم نقول لحضراتكم معلومات جديدة بخصوص اخر الترتيبات لهذا اللقاء، ولكن اللي احنا صادفنا في الايام اللي فاتت تصريحات متضاربة. حاج كابتن عامر حسين بيقول ان الاشقاء في السعوديه هيختاروا الحكام وهيتم تحمل التكاليف، وفي نفس الوقت الاستاذ ايهاب الكومي طلع قال كلام تاني خالص، قال لك الاتحاد المصري هو اللي هيخاطب الاتحادات الاوروبيه واللاتينيه لاختيار طاقم التحكيم، وكان في ردود فعل كبيره جدا. امبارح كمان كان في يعني اتصال تليفوني مع الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، والناس سالته على طاقم التحكيم، قال لهم هنعلن قبل ميعاد المباراه ب 48 ساعه، ولكن امبارح أنا مش قادر أقول هل ده خبر رسمي إعلان رسمي ولا دي عبارة عن توقعات أو اتجاهات بتقول أو اجتهادات بتقول إن ده الطاقم التحكيم أو ده الحكم اللي هيدير اللقاء، لأن الخبر اللي انتشر امبارح بالليل، لأن اتحاد الكرة لغاية دلوقتي لسه لم يعلن عنه بشكل رسمي. اتحاد الكرة لم يعلن عنه بشكل رسمي، ولكن هنتعامل مع المعلومة اللي الكل امبارح نشرها واتقالت في كل البرامج إن الحكم البرازيلي اللي هيدير هذا اللقاء أندرسون دارونكو هو الحكم البرازيلي اللي هيدير هذا اللقاء بين الزمالك والأهلي في المملكة العربية السعودية. ألف بي على طول، أول ما أسمع اسم حكم هيدير مباراة لازم أعمل بحث عنه وأعرف تاريخه وأعرف إيه ظروفه وإمكانياته إيه والشارة الدولية اللي خدها إمتى والكلام ده كله، بس أنا هتعامل مع الاسم ده على إنه مرشح وليس هو الحكم الرسمي، واتمنى يكون مرشح وليس هو الحكم الذي تم اختياره، لان السيره الذاتيه اللي معايا النهارده بالمقارنه بحكام من امريكا الجنوبيه او ابرز 5 حكام على مستوى العالم هو مش منهم. فانا بما ان هتعامل مع الخبر الرسمي اللي المفترض اتحاد الكره هو اللي يعلنه في الساعات اللي جايه، هشوف الحكم ده ظروفه ايه واقول لحضراتكم. اولا أندرسون دارونكو هو اولا حكم دولي من عام 2014، ولكنه لم يتم اختياره حتى هذه اللحظه في اي بطوله من بطولات كاس العالم. السنه اللي دخل فيها قائمه دوليه في 2014 لما كاس العالم اتلعب في البرازيل 2014 ما كانش موجود. لما كاس العالم اتعمل 2018 في روسيا ما كانش موجود. كاس العالم 2022 في قطر ما كانش موجود، وبالتالي منذ ان تقلد الشاره الدوليه في عام 2014 لم يشارك ولم يتاهل للمشاركه في تحكيم اي مباراه في كأس العالم 2014 2018 2022، ده واحد. طيب هو بينتمي للزون الجغرافي في اتحاد الكونمونبول اللي هو اتحاد أمريكا الجنوبية، أمريكا اللاتينية أو أمريكا الجنوبية، هناك في بطولة كوبا أمريكا، لم يشارك في أي نسخة من بطولة كوبا أمريكا إلا في مرة واحدة عام 2019 وأدار مباراة واحدة بس، وبالتالي تاريخه التحكيمي في القارة التي ينتمي إليها ضعيف جدا ضعيف جدا، يبقى بالتالي ليس حكم مونديالي وليس حكم
بيتم الاعتماد عليه في كوبا امريكا. طيب مش هتكلم بقى على تاريخه التحكيمي والمشاكل اللي عملها في بعض المباريات، في حكام ممكن ما تكونش موفقه، وانا اتمنى لو تم اختياره اتمنى يكون موفق، ولكن انا اروح لجانب تاني له علاقه بالجوانب الفنيه. لان لما تم الاعلان، وانا بتعامل بقى مع التصريحات الرسميه من قبل اتحاد الكوره، اتقال وقتها هيجي حكم عالمي. طبعا انا مختلف عن فكره الحكم العالمي، مفيش حاجه اسمها حكم عالمي على فكره، مفيش حاجه اسمها حكم عالمي، احنا ممكن نقول الحكم المصنف او الحكم الابرز في القاره في الفيفا اللي هو بينتمي اليها يعني، ولكن حكم عالمي مش حاجه اسمها حكم عالمي. ولكن لما تقول حكم عالمي وتطلع بسقف الطموحات لفوق قوي، وقلت مش هجيب طاقم تحكيم مصري عشان الناس تستمتع بالكرنفال ده، فهجيب حكم عالمي. مخرج المباراه هو مخرج فاينل كاس عالم، فلما هجيب حكم انا توقعت قلت خلاص بقى هيجي حكم من الحكام البارزين سواء في انجلترا في اسبانيا في هولندا، لكن الاسم اللي اتقال مش منهم. يعني انا هديكم مثال، لما اتقال حكم عالمي انا قلت خلاص بقى هيجي انتوني تايلور من انجلترا. طبعا الاسم اللي اتقال امبارح مش انتوني تايلور خالص، هقول مثلا ممكن مايكل اوليفر، بس ممكن نقول استثناء بلاش مايكل اوليفر لان عنده ديربي ما بين السيتي وليفربول يوم الاحد اللي جاي، فماشي هتغاضى عن فكره مايكل اوليفر، بس فين انتوني تايلور؟ طيب ده ابرز حكم في انجلترا، مش موجود. انا بتعامل على تصريحات مسؤولي اتحاد الكره اللي قالوها وعلوا بسقف الطموحات جدا للجماهير سواء جماهير الاهلي او جماهير الزمالك، ولكن في النهايه الاسم اللي اتقال لا، ده بعيد تماما عن الاسامي اللي انا هقولها. الاسامي اللي انا هقولها دي على فكره هي الاسامي اللي الابرز على مستوى العالم، لو بتتكلم على ابرز حكام على القاره الكره الارضيه مفيش غير الناس دي، فاي اسم تاني غير الناس دي نقدر نقول في السكند سي ودي الثالث والرابع. طيب هل ممكن خيسوس جيل الاسباني؟ مش عارفين. هل ممكن دانييلو اورساتي الايطالي؟ تعرفين طبعا الحكم الايطالي الشهير دانييلو اورساتو، برضو ده الابرز وده العالمي اللي انا عايز اقول لو عالمي ممكن يكون واحد من دول، برضو لغايه دلوقتي الاسم ده لم يتردد واتقال اسم حكم برازيلي. طب لو هنروح على الحكام البرازيليين، انا قلت برضو ابص على البرازيليين واسال ناس في الفيفا، يعني انا الحمد لله عشان اعرف اوصل للاسامي البارزه اللي اقولها بدون اي اجتهاد مني، مش مجرد ان انا بتفرج على ماتشات واقول لك ده هو الحكم الابرز، لا ده انا باخد قياس فني وانا بتكلم على الاسماء دي. الاسامي دي انا خدتها من مسؤولين في الفيفا، دول الابرز على مستوى العالم، لو جه حد منهم يا سلام هتبقى حاجه بصراحه يعني لا تستحق التقدير على هذا الاختيار، ولكن لا انتوني تايلور ولا مايكل اوليفر ولا خيسوس جيل ولا دانييلو اورساتو الايطالي ولا حتى البرازيلي ويلتون سامبايو الحكم البرازيلي اللي ادار مباراه هولندا وامريكا دور ال 16 في كاس العالم في قطر. لو هنتكلم على البرازيل، لو هنجيب حكم لاتيني، لو الاوروبيين عندهم توقيت مش مناسب، طب لو هنروح للاتينيا او الحكم في قاره امريكا الجنوبيه، طب ليه ما يجيش البرازيلي ويلتون سامبايو؟ ده راجل كان موجود في كاس العالم، بلاش كده. فيكتور قصاي برضه نفس الكلام مفيش. طب ما تيجي نروح لقائمه النخبه، قائمه النخبه في الكونومون بول في امريكا الجنوبيه، دول الحكام النخبه البروفيشنال اللي الفيفا بيعتمد عليهم. اولا بصوا يا جماعه، فيهم اتنين من البرازيل، رافائيل كلاوس وويلتون سامبايو اللي قلت لكم عليه اللي كان موجود في ماتش هولندا وامريكا دور ال 16 في كاس العالم الاخير في قطر. طيب نروح للاوروجواي، اندرياس ماتونتي مش موجود، بيرو كيفن اورتيجا مش الاسم اللي اتردد لغايه دلوقتي، الارجنتين فرناندو رابليني مش موجود، البرازيل اللي قلت لكم عليه ويلتون سامبايو برضو ما اتقالش خالص ويلتون، كل الاسامي اللي بتتقال لغايه دلوقتي في البرامج والمواقع اندرسون دارونكو ومش موجود في الناس دي خالص. نروح للارجنتيني فاكوندو تيلو مش موجود، الفنزويلي خيسوس فالنزويلا مش موجود. ما هو يا جماعه لما تتقال تصريحات حكم عالمي لازم تيجي من الاسماء اللي انا قلتها. هات كده اي خبير، بصوا يا جماعه سيبكم مني انا بجتهد، سيبكم مني، روحوا الاثنين كابتن عصام عبد الفتاح والكابتن تامر دري، الاثنين مصريين موجودين في الفيفا ومحاضرين معتمدين من الفيفا، وهم اللي بيدوا محاضرات تثقيفيه للحكام اللي رايحين كاس عالم سواء في الكاف في الفيفا في الويفا في الكونومون بول، الناس بتعتمد عليهم. اسالوا الاثنين المحاضرين، اسالوا فيكتور جوميز، انا بديكم الاسماء اللي هي المفروض يعني تم اعتمادهم في اخر نسخه ان دول المحاضرين الدوليين مع الفيفا اللي هيثقف الحكام اللي رايحين كاس عالم 2026، اسالوهم. لو انا قلت اسم غلط من الاسامي دي هطلع اعتذر لاي مسؤول جوه اتحاد الكره او اي مسؤول اختار هذا الحكم البرازيلي.
ممكن الحكم ده على فكرة البرازيل اللي هو تم الإعلان عنه بالأمس أندرسون دارونكو يجي ويبقى موفق ويعمل ماتش كويس، ده أوكي ممكن وارد في الكورة على فكرة، بس ممكن يعمل مشكلة في المباراة. ليه نعمل ده؟ طب طالما احنا قلنا من البداية حكم عالمي وبلاش الطاقم المصري، خلاص بقى نجيب اسم فعلا يليق بالمباراة. أنا بتكلم على المباراة كإقامة مباراة بكرنفال بتجهيزات بترتيبات مباراة مصروف عليها. فلما نجيب حكم أنتوني تايلور، دانيال أورساتو، ويلتون سامبايو البرازيلي، دي الأسامي اللي فعلا تتقل المباراة. إحنا كمشاهدين أو حتى كحكام يقعدوا يستمتعوا ويستفيدوا. يبقى في استفادة. زي ما في استفادة من الإنتاج التلفزيوني، زي ما في استفادة بإقامة المباراة في السعودية، زي ما في استفادة للأهلي والزمالك ماليا وجماهيريا وكل حاجة. الاستفادة التحكيمية مهمة جدا. مهمة جدا للكل اللي هيتابع المباراة سواء في الملعب أو بره الملعب. المباراة دي عدد المتابعات ليها هتبقى فيها مش هقول مليارات، بس هيبقى فيها ملايين المشاهدين. ليه ما يجيش حد من دول؟ ليه في النهاية بعد ما سقف الطموح كان عالي قوي يجي حكم بيتقال عليه قوي، بس قوي بدنيا؟ احنا مش داخلين نلعب مباراة مصارعة. احنا داخلين نتفرج على مباراة بطولة رسمية، نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك. ياما هنا في مصر لما جبنا حكام للأهلي والزمالك أجانب كان دايما بيجي حكام على أعلى مستوى من أوروبا. لكن الصورة دي يا جماعة ربنا يوفقه لو هو اللي هيدير المباراة، ولكن فنيا لا بعيد خالص. أندرسون دارينكو مش هو الحكم البروفيشنال في أمريكا اللاتينية، ومش هو الحكم الأساسي اللي بيعتمد عليه الفيفا، وراجل ما راحش كاس عالم، مش حكم مونديالي، مش حكم عالمي كما أطلق، ما بيعتمدش عليه الاتحاد أمريكا الجنوبية الكونمون بول هناك في بطولة كوبا أمريكا. يعني فكرة ان هو يدير مباريات في الكوبا ليبرتادوريس زي دوري ابطال افريقيا ممكن يبقى زيه زي بملكة سيما مثلا، ولكن احنا بنتكلم على المستويات الاعلى. حتى تصفيات كاس العالم في امريكا الجنوبية ادار 9 مباريات، رغم هناك المباريات بتبقى على مدار اكتر من سنتين، نسبة مباريات قليلة. في مباريات الناشئين سواء الاي او البي او السي او الدي واخد مباريات كتير قوي. فاحنا بنتكلم على حكم مش من الكلاس اي ولا البي، احنا ممكن نروح للسي والدي كمان. أنا بقوم بدور الإعلامي لكل السادة المسؤولين عن اختيار الطاقم التحكيمي. اتحاد الكورة لو هيختار، أتمنى الاسم اللي اتقال امبارح ده ما يكونش اسم صحيح. أتمنى ما يكونش اسم صحيح، لأن الأسماء الكبيرة اللي تدي قيمة ومكانة للمباراة هي اللي أنا قلتها. ولو مايكل أوليفر ظروفه ما سمحتش عشان عنده مباراة يوم الأحد، في اسم تاني، في كذا اسم تاني من الأسامي اللي أنا قلتها، والأسامي متاحة. لو اوروبا ظروفهم مش هتسمح، من امريكا اللاتينيه انا استعرضت على حضراتكم دلوقتي على الشاشه، دي الحكام اللي في قائمه البروفيشنال في امريكا اللاتينيه في الكونمون بول، هم دول الاساس، هم دول مفيش حد تاني. اي حد تاني هنبقى بنلعب لعبه كده احنا وحظنا، يبقى الحكم موفق وتطلع المباراه كويسه وتمر بسلام. ولو لو بنفكر كده طب ما كان حكم مصري، هي الفكره نفسها واحده، حكم مش مصنف. طب ما هو الحكم المصري اللي جاي مثلا ما كانش حكم راح كاس عالم، ده زي ده، ايه الاختلاف بقى اللي عملناه؟ مفيش اختلاف، نفس الكف، احنا وحظنا. لكن لو عايز تعمل حاجه بجد كان يجي اسم من الاسامي اللي انا قلتها. ولكن عموما هنشوف في الساعات الجايه لما اتحاد الكره يعلن بشكل رسمي. انا دايما بتعامل مع الاخبار الرسميه اللي بتنزل من الجهه الرسميه اللي المفروض هي المسؤوله عن المباراه كاتحاد الكره. طيب السوشيال ميديا فيها كلام كتير، قائمه الاهلي، الغيابات، الاستعدادات، كمان المنتخب النهارده هينولوا من الحظ جانب موجود في الترند المحلي. تعالوا نطلع نشوف النهارده اخر اخبار الترند واللي اتكتب في السوشيال ميديا في الساعات الاخيره. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند وسريعا عشان وقت الحلقه بيجري بسرعه، نبدا بترند الاهلي. طيب حساب الدوري المصري سبورت 360 بيقولوا تحديد موعد نهائي كاس مصر اقامه مباراه الاهلي والزمالك يوم الجمعه الساعه 7:30 مساء ان شاء الله بتوقيت القاهره. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. الوطن الرياضي بيقول ان في ضربه موجعه لهجوم الاهلي في نهائي كاس مصر، غياب لاعب جديد. هنا بيقولوا ان الجهاز الفني تلقى ضربه موجعه بغياب وسام ابو علي. عموما هنشوف اللي هيحصل في الساعات اللي جايه، لان قلت لكم بنسبه كبيره وسام ان شاء الله موجود في القائمه زيه زي كهربا، وفي النهايه القرار الفني لمارسيل كولر في الايام اللي جايه. طبعا الشناوي مش موجود، ياسر ابراهيم، اليو ديانج، ولكن كريم نيدفيد باذن الله ممكن يكون موجود في القائمه اللي مسافره بكره. نروح لحساب يلا كوره، مصدر ليلا كوره، وسام شارك في المران وما زال الموقف غامض، ونيدفيد تعافى، وده تاكيدا اللي قلته النهارده لحضراتكم في بدايه الحلقه. ملعب القاهره 24 النهارده كانت فيه تصريحات مهمه جدا لمحمد علي بن رمضان، ولكن هم قالوا ايه؟ خطوه واحده تفصل محمد علي بن رمضان عن الانضمام للاهلي في الميركاتو الصيفي.
طب تعالوا نشوف بعد القاهرة 24 ايه اللي اتكتب في كورة بلس، لان الكلام ده بيعكس عكس ده خالص في نفي كورة بلس. اول تعليق من محمد علي بن رمضان على مفاوضات الاهلي النهارده، على فكره كانت في تصريحات رسميه لمحمد علي بن رمضان على اذاعه مزيك التونسيه، نفى فيها نفي قاطع اجراء اي محادثات للانضمام للنادي الاهلي. واحنا قبل كده قلنا الكلام ده يا جماعه، قلنا ممكن يكون في وسطاء، في وكلاء بيتكلموا بيجسوا النبض قبل انتقالات الصيف، ولكن مفاوضات رسميه مفيش. الاهلي اتكلم مع محمد علي بن رمضان ما حصلش. النهارده اللاعب بنفسه طلع قال نفس الكلام وقال مفيش اي مفاوضات خالص مع النادي الاهلي. الوطن الرياضي بيقول اول تعليق من الاهلي بعد تاجيل مباراه جديده في الدوري، فاكرين مباراه الاهلي وانبي؟ طلعت هنا قلت لكم المباراه اتاجلت، ورابطه الانديه بلغت الجهاز الفني للمنتخب المباراه اتاجلت. طلع الكابتن عامر حسين قال لغايه اللحظه دي لا انا حتى بكلمكم فيها ما حدش بلغ المباراه اتاجلت، هو المسؤول عن المسابقات. امبارح بقى التصريح ده على فكره طلع من وليد العطار المدير التنفيذي، واللي قال فيها المدير التنفيذي لاتحاد الكره اعلن تاجيل مباراه الاهلي امام انبي، وان رابطه الانديه بلغت الجهاز الفني للمنتخب بتاجيل اللقاء عشان الاجنده اللي هتبدا يوم 12. طيب اخر حاجه سريعا كده في ترند الاهلي، المصري الرياضي، الاهلي يحدد موعد عوده ديانج من جديد لتدريبات الاهلي. النهارده ديانج عمل جراحه استكشافيه كده في النمسا مع الطبيب النمساوي، لما يرجع المفروض حسب المعلن لغايه دلوقتي شهر ونص، نتمنى يا رب السلامه لاليو ديانج. نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، والبدايه كالعاده من الفنان الكبير اللي انا بعشقه بالتاكيد وكل الاهلاويه بيحبوه، القبطان نبيل الحلفاوي. احنا وجهنا سؤال، توقعاتكم للتشكيل وكمان توقعاتكم للنتيجه، الاهلي يلعب ازاي؟ تعالوا نشوف بقى الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بيتوقع مين. شوبير في حراسه المرمى، معلول ظهير ايسر، منعم وربيعه اثنين مساكين، محمد هاني ظهير ايمن، في وسط الارتكاز ثلاث لعيبه، امام عاشور، مروان عطيه، عمرو السوليه، وفي الامام مسك العصايه من النص ماشي حسين الشحات ممكن يكون بديله رضا سليم، وسام ابو علي لو ما شاركش ممكن يبدا بكهربا، وبيرسي تاو لو ما لعبش يبدا بحسين الشحات. ولكن الاستاذ نبيل حلفاوي شايف ان مودست ما يبداش هذا اللقاء. البدلاء قفشه، كوكا، اكرم، كريم فؤاد، الزنفولي، وتوقعي فوز الاهلي بفارق هدفين يا رب باذن الله يا استاذ نبيل، ونسجل مبكرا سيزيد الفارق. كل الاهلاويه بيقولوا كده، لكن نتمنى الاهلي يكسب ويرجع بالكاس بعد المباراه ان شاء الله على القاهره. وقت الحلقه جري بسرعه، الحلقه كانت فيها تفاصيل مهمه، ولكن كالعاده بنحاول نقرب لحضراتكم من كل الكواليس وكل التفاصيل. في الختام بشكر حضراتكم باذن الله على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقات اخرى جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.